حاجة كويسة للقطاع الخاص والشركات الخاصة إنها تندمج مع قطاع الأعمال وتساعد في بناء الاستثمار المصري. الرئيس السيسي جاب خبراء اقتصاديين وجمع الناس العلماء عشان يقولوا رأيهم، لأن طبعا الصناعة دي موضوع مش سهل، ده بيدي قوة اقتصادية لمصر قوية جدا. حاجة إيجابية جدا إن الدولة تحل فرصة حاجة زي كده، والقطاع الخاص طبعا بيبقى عنده إمكانيات ضخمة، فهو يقدر يدفع كويس قوي في الاتجاه ده. مصر كده بتعمل حاجة كويسة وبتعمل حاجة جميلة، اللي طبعا بتشجع هنا القطاع الخاص اللي فيه تدعيم وحاجة كويسة. يا ريت كله يساعد مع بعضه ويبقى بإيد واحدة كلنا. سيادة الرئيس بصراحة يوم مشكور جدا جدا، بيقوم بعملية تشجيع القطاعات الخاص ومصانع الخاص، بحيث بيشيل أي معاقات داخل هذا القطاع الخاص، اللي بتقدر تقوم على عملية نهضة البلد وبناء اقتصاد البلد. ألف ألف شكرا سيادة الرئيس، وربنا يخليك لينا على هذا المجهود الجبار في بناء البلد.